سألت تقول هل تريد أن تقرأ سورة البقرة كل يوم؟ هل لابد تقرأها جلسة في جلسة واحدة ولا؟ لا يشترط يا أخي، يعني لا، كونه إنسان ربما أحيانا ينشط ويقرأ السورة كاملة في جلسة واحدة فهذا خير، وأحيانا يشغل أو ربما يتعب، الحمد لله يقرأ ما تيسر، ثم إذا وجد فرصة أخرى يكمل ما بقي، سواء قرأ في جلستين أو 10 جلسات لا فرق. لكن تأتينا أسئلة كثيرة حول قراءة سورة البقرة، بعض الناس لا يقرأها يوميا فقط سورة البقرة، لا يقرأ حتى غيرها. لا شك كلام الله عز وجل هو أفضل الكلام، وهو أعظم الذكر، وماذا بعد كلام الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض، يعني سبحان الله، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، خص الله عز وجل سورة الفاتحة دون غيرها وهي أفضل سورة في القرآن، جعل آية الكرسي أفضل آيات القرآن على الإطلاق كما نعلم، جعل هناك خصائص كثيرة لسورة البقرة، وخصائص كثيرة لسورة الإخلاص، وخصائص كثيرة وفضائل للمعوذتين، وهكذا في كثير من سور القرآن أنها كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. لاحظ كيف بركة، وبركة أيضا عمّا، ما قال بركة في كذا في الشفاء مثلا، أو بركة في الرزق، أو بركة في انشراح الصدر، ليتعم كل أنواع البركة. فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، هذا فضل عظيم يا أخي. وقال في حديث المسعود إن الشيطان ينفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة، يفر حينما يسمع سورة البقرة. لا شك هذه يعني فضيلة عظيمة وميزة كبيرة لسورة البقرة، ورد فيها حديث كثير، عشرات الأحاديث في فضائله، لكن أنا ذكرت الآن نموذجا منها. فخاصة الذي يعني يشك أنه مصاب بسحر أو بعين أو مس، لا شك قراءة سورة البقرة وسورة الفاتحة من أعظم ما يشفيه بإذن الله من هذا المرض.